السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة صنع السعادة، قناة أقوى العروض من كل مكان. أهلا بكم يا شباب. اليوم يوم جديد وعرض جديد وعروض باندا القوية جدا. عروض باندا النهاردة في عروض حلوة جدا جدا هنشوفها مع بعضينا، ولكن في البداية كده نبدأ مع بعضينا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وكمان الذكر اللي احنا بنقوله دايما في كل فيديوهاتنا. النهارده هنقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ان شاء الله الجولة تكون مفيدة للناس كلها والناس كتيرة تستفاد منها، ولكن اتمنى الناس ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. ويلا بقى بينا نشوف عروض باندا الحلوة جدا النهارده. عروض قوية جدا في كل الأقسام، زي كل أسبوع كده بنعمل لكم جولة حلوة جدا. يلا بقى بينا نشوف عروض باندا القوية جدا. وعروض باندا هذا الأسبوع عرض على الرمان المصري. الرمان المصري نزل من 5 ريال ل 3 ريال أو 2 ريال 95 هرلة، من العروض الحلوة جدا، أسعار حلوة جدا. في البطيخ المدور ب 3 ريال 95 هرلة الكيلو، بطيخ مدور منتج محلي. الرمان اليمني نزل من 11 ريال ل 8 ريال او 7 ريال 95 هلال. من اقوى العروض الاسبوعيه في باندا هذا الاسبوع عرض على دجاج الفروج الذهبي اللي هو ال 1000 جرام، نازله من 20.5 ل 14 ريال 95 هلال، توفير 5 ريال ونص. الفروج الذهبي اللي هو ال 1000 جرام ب 15 ريال بدلا من 20 ريال ونص. كمان في قطع دجاج مشكله الفروج الذهبي اللي هو الطبق اللي هو 900 جرام، ده نازل ب 10 ريال 95 هرله. الفيليه الصدور الفروج الذهبي اللي هو 450 جرام ب 18 ريال بدلا من 23.5 من الفروج الذهبي. في كمان حبه البروست الكامله دي 1 كيلو نازله من 26 ريال 75 هرله ل 23 ريال 75 هرله. دجاج رضوى للناس اللي طلبت منا ان احنا نصور دجاج رضوى. دجاج رضوى نازل ال 1000 جرام ب 19 ريال 75 هرله بدلا من 21 ريال 75 هرله اللي هي ال 1000. في كمان من دجاج رضوى اللي هو الفيليه 450 جرام ب 21 ريال وربع بدلا من 22 ريال ونص. وكمان من عروض دجاج رضوى القطعه المشكله اللي هو ال 1000 جرام ب 18 ريال بدلا من 20.5. العرض اللي نزل على الرنجة، في رنجة المرجان، رنجة مدخنة المرجان ال 250 جرام نازلة من 17 ريال ونص ل 13 ريال او 12 ريال 95 هرلة. اسعار وعروض الرنجة اللي هي ال 250 جرام نازلة 13 بدلا من 17 ونص. كمان من اقوى عروض نصف السعر هذا الاسبوع عرض على خليط زبدة غير مملحة نازل من 23 ريال ل 11 ريال 45 هرلة. عرض نصف السعر على خليط الزبدة اللي هو بيتباع بالكيلو اللي هو بالعلبة ده، نازل نصف السعر من 23 ريال الكيلو نازل ل 11 ريال ونص. من اقوى عروض باندا هذا الاسبوع عرض على ارز تاج الهند اللي هو الكيس البرتقالي ده 10 كيلو نازل من 88 ريال ل 65 ريال، توفير 23 ريال. ارز بسماتي ابيض تاج الهند اللي هو البرتقالي من اقوى عروض الاسبوع، كميات كبيره موجوده 65 بدلا من 88 ريال. عرض قوي جدا في الزيوت، زيت دوار شمس اللي هو شروق نازل من 18 ريال ل 10 ريال 95 هرله لتر ونص، كميات كبيره موجوده لتر ونص نازل ب 10 ريال 95 هرله بدلا من 18 ريال، توفير 7 ريال في الحبه. طبعا بيتباع بالحبه زيت دوار الشمس. كمان من اقوى العروض الموجوده عرض على زيت النخلتين، زيت النخلتين 1+1 نازل من 38 ل 18 ريال او 17 ريال 95 هرله. زيت النخلتين 1+1 مجانا بدلا من 38 18 ريال. كمان من اقوى عروض باندا هذا الاسبوع عرض على حليب المراعي، الكرتون اللي هو فيه 12 لتر نازل من 70 ريال ل 47 ريال او 46 ريال 95 هرله.
حليب المراعي اللي هو ال 12 لتر الكرتون اللي مكتوب عليه 10 زائد 2 مجانا نازل من 70 ريال ل 47 ريال. كميات كبيرة موجودة كمان في كل الفروع وهايبر باندا. عرض حلو جدا على اواني الطهي. في هنا اواني الطهي ماركة اسمها جراندي 9 قطع، الطقم ده 9 قطع جراندي، نازل من 200 ريال ل 120 ريال، من 200 ريال نازل 120 ريال. طقم اواني طهي هنا 9 قطع جراندي، موجود منه كميات يعني في الفروع، وهتلاقوه في هايبر باندا، وهتلاقوا عروض كتيرة جدا في اواني الطهي. من اقوى عروض الاسبوع عرض قوي جدا على ارز بسمتي ابو كاس اللي هو 5 كيلو، نازل من 48.25 هللة ل 34.95 هللة. ارز ابو كاس اللي هو 5 كيلو 35 ريال بدلا من 48 ريال وربع. كمان من اقوى العروض الموجودة عرض على الزيوت اللي هو الحجم الكبير اللي هو 9 لتر، نازل في عرض على زيت صني ده زيت نباتي، التسعة لتر نازل ب75 بدلا من 120. كمان في نازل على عرض على زيت شمس اللي هو دوار شمس، نازل 90 بدلا من 120. شمس ده دوار شمس نازل 90 ريال بدلا من 120، وزيت صني ده زيت نباتي 75 بدلا من 120. من اقوى العروض الموجودة اللي نازلة نصف السعر زيت نور اللي هو الدرة 2 لتر و700، نازل من 55 ل27 ريال. زيت نور الحجم الكبير اللي هو 2 لتر و700 نازل 27 بدلا من 55 عرض نصف السعر. من اقوى عروض نصف السعر في باندا يا جماعة هنا في تتبيلة السلطة اللي هي ديليسيو 267 ملي، 1+1 مجانا بدلا من 26 نازلة 13 ريال. تتبيلة سلطة للناس اللي بتحب الانواع دي من تتبيلة السلطة موجودة عليها نصف السعر. كمان في نوع تاني جودي تتبيلة سلطة ايطالية متنوعة 450 ملي، نازلة من 19 ريال ل15 ريال الحبة. عروض على تتبيلة السلطة عروض نصف السعر موجودة في باندا. من اقوى عروض باندا هذا الاسبوع عروض 1+1 مجانا، عروض نصف السعر على التوابل، توابل شان اللي هي 50 جرام، 1+1 مجانا 5 ريال 95 هرلة بدلا من 12 ريال ونص او بدلا من 12 ريال. كل انواع التوابل اللي هي شان اللي هي 50 جرام نازلة 1+1 مجانا 6 ريال بدلا من 12 ريال. في توابل انواع كتيرة جدا من التوابل. شان اللي هي 100 جرام نازلة من 10.5 ل9 ريال، من 10.5 ل9 ريال. في توابل مهران، توابل مهران دي 120 جرام نازلة من 12.5 ل7 ريال، من 12.5 ل7 ريال. توابل مهران برضو نازلة ب7 ريال، 110 جرام او 120 جرام. يعني انواع التوابل برضو نازل عليها عروض حلوة في باندا هذا الاسبوع. هتلاقوا بقى انواع كتيرة جدا نازل عليها عرض حلو جدا. من اقوى عروض باندا هذا الاسبوع كريمة الشوكولاتة بالبندق اللي هي باندا 300 جرام، في نوع 300 جرام اللي هو العبوة الضاغطة دي، وفي نوع اللي هي الازاز ده 350 جرام، 1+1 هو نفس السعر، 300 جرام او 350 جرام نفس السعر، نازل ب 18 ريال بدلا من 36 ريال، 1+1 مجانا او عروض نصف السعر. كمان من العروض القوية في باندا هذا الاسبوع زبدة الفول السوداني اللي هي باندا 340 جرام نازلة من 10 ريال 95 هللة ل 6 ريال 95 هللة، الخشنة او الناعمة 7 ريال بدلا من 11 ريال. كمان من العروض القوية جدا في باندا هذا الاسبوع عروض نصف السعر على حلاوة طحنية الجميل، حلاوة طحنية الجميل 250 جرام نازل 1+1 اللي 250 جرام، 1+1 نازل من 25 ل12.5 ريال عروض نصف السعر، اللي هي حلاوة طحنية سادة الجميل 250 جرام.
في كمان حلاوة طحنية بالفستق باندا 500 جرام نازلة 16 بدلا من 26، وفي أنواع كتيرة جدا من حلاوة طحنية النخلة اللي هي حلواني نازل على السادة اللي هي 500 جرام 20 بدلا من 24 اللي هي نص كيلو، وفي اللي هي مطحونة بالفستق 500 جرام نازلة من 31 ل 27. يعني في انواع كتيرة جدا من النخلة. افضل عرض اللي هو نازل اللي هو الجميل 1+1 12.5 بدلا من 25، حلاوة طحنية سادة. كمان من اقوى عروض باندا هذا الاسبوع عرض على حليب مجفف انكر اللي هو 2.5 كيلو. 2.5 كيلو شايفين نسبة الخصم نازل من 109 ل 70 ريال، من 109 70 ريال، يعني توفير 39 ريال. حليب مجفف كامل الدسم انكر 2.5 كيلو اقوى العروض، نازل من 109 ل 70، يعني توفير 35 ريال. عروض العسل في باندا وعروض نصف السعر نزل على الشفاء، عسل طبيعي الشفاء نزل اللي هو النص كيلو عرض نصف السعر، نزل من 43 ل 21 ريال ونص. عسل طبيعي الشفاء 500 جرام نصف السعر نازل من 43 ل 21 ريال 45 هللة. كمان في عسل طبيعي الشفاء اللي هي العبوة ضاغطة 400 جرام نازلة من 46.5 ل 35. هتلاقوا بقى في انواع كتيرة جدا نازلة، يعني مثلا هنا نازل بيتوتي عبوة ضاغطة 360 جرام نازلة من 43 ل 26، بيتوتي 450 جرام 27 بدلا من 39. نشوف برضو الانواع اللي هي المراعي، المراعي 500 جرام نازلة من 40 ل 39. افضل عرض اللي هو نازل هتلاقوا برضو هنا باندا عسل لافندر باندا او عسل الغابة السوداء باندا، نازل 500 جرام او نص كيلو نازل من لافندر ده نازل من 60 ل 35، والغابة السوداء برضو نازل من 71 ل 35. وفي هنا كمان الغابة السوداء باندا عبوة ضاغطة 350 جرام نازلة من 70 ل 35، وفي هنا عسل كريمي باندا نازل من 90 ل 35. يعني في انواع كتيرة جدا من باندا اللي هو الغابة السوداء او الكريمي او العسل لافندر ده نازل ب 35 اللي هو 500 جرام. كمان في عسل الغابة السوداء اللي هو الشفاء نازل من 96 500 جرام من 96 ل 75 ريال. طبعا دي اهم عروض العسل في باندا هذا الاسبوع. كمان في عسل طبيعي باندا 1 كيلو 1 كيلو باسم باندا نازل 35 بدلا من 55. عروض المربى في باندا هذا الاسبوع، مربى حلواني اللي هي 400 جرام نازله ب 10 ريال بدلا من 14 ريال. كل الانواع الا اللايت، اللايت هتلاقيه نازل ب 15 الواحده بدلا من 18 ريال. اللي هي اللايت او اللي هي برضو الفراوله والكرز برضو من 18 نازله 15 ريال، باقي كل الانواع نازله ب 10 ريال. عروض الطحين في باندا واقوى عرض موجود في باندا عرض الواحد ريال، يعني الكيلو بريال. المطاحن الاولى سوبر فاخر، طحين سوبر فاخر نازل العشرة كيلو بعشرة ريال، يعني الكيلو بريال. 5+5 مجانا 9.95 ريال هللة بدلا من 25 ريال المطاحن الاولى. الطحين الحبة الواحدة كيلو، عرض حلو جدا في الطحين. كمان من عروض الطحين، من عروض الطحين نازل اللي هو فوم، فوم اللي هو الاتنين كيلو البر او العادي نازل التلات حبات، الحبة الواحدة 2 كيلو نازل ب12 ريال بدلا من 17.75. في كمان مطاحن الاولى اللي هو الخمسة كيلو، الخمسة كيلو نازل من 15 ل12 ريال، اللي هي المطاحن الاولى 12 ريال بدلا من 15. في كمان اللي هو فوم، فوم 1.5 كيلو نازل 5 كيلو من 24 ريال 75 هللة ل 17 ريال.
عرض القوي جدا اللي هو المطاحن الأولى، 10 كيلو ب10 ريال بدلا من 25 ريال. عروض خليط الكيك، في عرض حلو جدا على خليط الكيك اللي هو البيتي كروكر، العلبة 500 جرام، نازل عرض حلو جدا 10 ريال 95 هللة بدلا من 17 ريال ونص. العلبة الواحدة 500 جرام كل الأنواع، نازل 10 ريال 95 هللة بدلا من 17 ونص. خليط الكيك اللي هو البيتي كروكر. عرض السكر في بند 5 كيلو، نزل عليها عرض من 30 ل 21 ريال 95 هللة او 22 ريال. سكر الاسرة الخشن او الناعم 5 كيلو ب22 بدلا من 30 ريال. في كمان عرض على سكر الحلويات الناعم اللي هو SIS او سايس، 1 كيلو نازل ب9.5 بدلا من 11 ريال. كمان بديل السكر، بديل السكر نازل عرض على استيفيانا اللي هو 50 عبوة، العبوة الواحدة 125 جرام، الباكت فيه 50 عبوة، نازل من 15 ريال ل12 ريال، نازل ب11 ريال 95 هللة. كمان في برضو نازل هنا على سويت اند فيت 50 حبة، 50 حبة او 50 ظرف، نازل ب6 ريال بدلا من 20 ريال، عرض حلو جدا اكثر من نصف السعر. سويت فيت 50 ظرف، نازل ب6 ريال بدلا من 20 ريال او 5 ريال 95 هللة. عروض السكر وبديل السكر في باندا. من اقوى عروض باندا هذا الاسبوع عرض على التونة، تونة الوها اللي هي في الزيت النباتي 165 جرام، اللي هي الخضرة دي، نازل 3 حبات، 3 حبات من 18 ريال 75 هللة، نازل 10 ريال او 9 ريال 95 هللة. عروض ال10 ريال القوية جدا، 3 حبات 10 ريال بدلا من 18 75. كمان في الخير اللي هي 185 جرام، الحبتين نازلين من 17 ل 13 ريال او 12 ريال 95 هلل. تونة الخير اللي هي 185 جرام بكل انواعها، الحبتين ب 13 بدلا من 17. العرض الحلو جدا اللي هو تونة الوها ده، 3 حبات 10 ريال بدلا من 18 75. عروض الطحينة في بندا، في عرض حلو جدا على طحينة بندا اللي هي 500 جرام، نازل 1+1 مجانا بدلا من 44 22 ريال، عرض نصف السعر وعروض نصف السعر الحلوة جدا في بندا. طحينة بندا اللي هي 500 جرام، نازل 1+1 بدلا من 44 نازل 22. كمان من عروض الطحينة، وفي طحينة الجميل اللي هي 1 كيلو نازلة من 45 ل 35، هنا توفير 10 ريال. كمان في عرض على طحينة حلواني النخلة، 1 كيلو نازل من 48 ل 43. في طحينة بيضر اللي هي 0.5 كيلو برضو او 500 جرام، نازلة من 24 ل 17 ريال. العرض الحلو جدا اللي هو باندا 500 جرام، نازل نصف السعر، 1+1 يعني الكيلو نازل ب22 بدلا من 44. خد ورق العنب المعلب، ورق العنب المعلب في عرض حلو جدا على حدائق شطورة، 1 كيلو 15 جرام، نازل من 27 من 27 ل 14 ريال او 13 ريال 95 هللة. في كمان عرض على فيكتوريا 908 جرام، نازل من 25 ل 14 ريال، اللي هو فيكتوريا. كمان نازل عرض على جودي 960 جرام، نازل من 27 ل 23 ريال. كمان نازل على اللي هو المحشي جاهز على طول اللي هو دبس الرمان جودي، نازل ال2 كيلو من 40 ل 34 ريال. عروض الملح، نازل على ملح الخير، ملح الخير الواحدة 700 جرام، ملح مدعم باليود، 3 حبات نازلين من 8 ريال وربع ل 5.5، 3 حبات. عروض الخل في بندا، في خل اللي هو بيدر اللي هي 473 مللي، ده خل طبيعي، نازل 3 حبات من 8 ريال وربع ل 5 ريال و90 هللة، 3 حبات 2+1 مجانا، 6 ريال بدلا من 8 ريال وربع. في كمان بالنسبة للخل، في خل طبيعي اللي هو الحجم العائلي باندا، نازل من 22 وربع ل 11 ريال 95 هللة، خل قصب السكر الطبيعي باندا 3 لتر و700 ملي.
نازل ب 12 ريال بدلا من 22 ريال وربع. كمان من عروض الخل، في خل رنا، نخلي بالنا في خل رنا ده في نوع طبيعي وفي نوع صناعي، نازل الاثنين حبه اللي هو 474، وطبعا احنا بنفضل الطبيعي. نازل الاثنين حبه ب 6 ريال بدلا من 13.5. خل طبيعي رنا 473 مللي، 474 مللي الواحد. كمان في عرض حلو جدا على صلصه الاجبان الاربعه، صلصه البشاميل او الاجبان الاربعه او صلصه الصلصه اللي هي بوك اللي قدامنا دي، في صلصه البشاميل اللي هي صلصه البشاميل الواحده 500 مللي نازله اكثر من نصف السعر، نازله من 19.5، وفي انواع نازله من 20 75 هلله الى 9 ريال، 9 ريال. صلصه الاجبان الاربعه، صلصه البشاميل، صلصه الطماطم مع الكريمه، كلها دي باسم بوك نازله 9 ريال بدلا من 20 ريال 75، هذا اكثر نصف سعر. عروض معجون الطماطم، في عرض حلو جدا على معجون طماطم باندا، معجون طماطم باندا الباكت نازل 9 ريال بدلا من 13 ريال. في كمان معجون طماطم ندى نازله ب 13 ريال بدلا من 14.5 اللي هي ندى. في الوطنيه ب 12 بدلا من 14 الوطنيه، العرض حلو جدا اللي هو باندا، باندا 8 ريال 95 هلله بدلا من 13 ريال. كمان في عرض على كشنه السعوديه اللي هي صلصه الطماطم والبصل والثوم، كشنه السعوديه 390 جرام نازله من 10.5 ل 8 ريال، من 10.5 ل 8 ريال. عرض على صلصه البيتزا، صلصه البيتزا اللي هي بيدر الاثنين حبه الواحده 236 مللي نازله من 14 ريال ل 10 ريال، وعروض ال 10 ريال في باندا هذا الاسبوع. صلصه البيتزا بيدر 236 مللي من 13 ريال و90 هلله ل 9 ريال 95 هلله. عروض ال 10 ريال على الكاتشب، في كاتشب باندا 567 جرام نازل من 15 ريال ل 10 ريال او 9 ريال 95 هلله. كمان في عرض على نوع تاني اسمه ديبت، ديبت ده نازل، ده 300 جرام نازل من 11 ريال ل 8 ريال او 7 ريال 95 هلله. كمان نازل على تريفا، تريفا اللي هو 950 جرام ده نزل من 18 ريال ل 13 ريال 95 هلله او نزل 14 ريال. كمان في عرض قوي جدا على الهاينز اللي هو 1 كيلو، 1 كيلو 35 جرام نازل من 37 نازل 23 ريال، 23 ريال. كمان في برضو الهاينز اللي هو 570 جرام ده نازل من 23 ل 18 ريال، ده سعره غالي شويه. عروض الكاتشب في باندا هذا الاسبوع. كمان عروض الشطه، في نازل عرض على شطه تريفا اللي هي 473 مللي نازله من 6 ريال ل 5 ريال او 4 ريال 95 هلله الحبه. في الشطه اللي هو الحجم الكبير كاتشب، ده كاتشب ولا شطه؟ ده نازل اللي هو الكاتشب، كاتشب اللي هو بيدر، كاتشب بيدر 3 كيلو نازل من 22 ل 18. في برضو عرض على الشطه اللي هو رنا، شطه رنا اللي هي ال 4 كيلو ونص حجم كبير نازل من 33 ل 20 ريال، يعني توفير 13 ريال. عروض الشطه والكاتشب في باندا هذا الاسبوع. قوية جدا على المايونيز، مايونيز باندا، مايونيز باندا قليل الدسم او كامل الدسم، الحجم بتاعه 946 جرام، 946 مللي نازل من 20 ريال ل 13 ريال، 946 مللي قليل الدسم وكامل الدسم مايونيز باسم باندا ده نازل ب 13 بدلا من 20. كمان في مايونيز مازولا، مايونيز مازولا نفس الحجم كده 946 مللي ولكن ده نازل من 14.5 ل 28 ريال، ده سعره غالي شويه. تعالوا شوف نور، نور كمان نفس الحجم برضو 946 مللي نازل من 20 ل 15 ريال، باندا هتلاقيه ارخص منه ب 2 ريال.
في كمان انواع تانية من المايونيز، في جودي، جودي 473 ملي نازل ب 14 بدلا من 17. في كمان هنا مايونيز هاينز بانواع يعني بالثوم وفي بالفلفل الحار، ده 400 ملي نازل ب 19 بدلا من 21. يعني مايونيز باندا حلو جدا. في كمان هنا صلصة البرجر جودي 290 جرام نازلة من 18 ل 14 ريال، صلصة للبرجر. عروض الأرز المصري، ومن أقوى عروض الأرز هنا في أرز أبو بنت. أبو بنت 5 كيلو نازل، عرض حلو جدا، من 44 ريال نازل 25 ريال أو 24 ريال 95 هللة. عرض على أرز مصري أبو بنت من 44 ريال ل 25 ريال ال 5 كيلو. كمان في من عروض الأرز المصري في الأرز اللي هو الوايت سوان. الوايت سوان ده 4 كيلو ونص نازل من 39، من 39 نازل 32 ريال، من 39 نازل 32 ريال. عروض الأرز المصري. كمان عروض الأرز اللي هو أرز بسمتي، في هنا عرض حلو جدا على بنجاب المهدب اللي هو 5 كيلو نازل من 57 ل 47 ريال، 5 كيلو ب 47 بدلا من 57. كمان في من العروض في اللي هو تاج محل، تاج محل اللي هو ال 10 كيلو، تاج محل أرز بسمتي بنجابي نازل من 94 ل 65، من 94 ل 65. ده اللي هو البرتقالي على فكرة، ده اللي هو البرتقالي اللي احنا شفناه اللي هو تاج محل، مش اللي هو مش البنجابي. في كمان عرض على أرز أبو كاسل اللي هو عنبر بشاور، العشرة كيلو نازل من 95 ل 79، من 95 نازل 79 ريال. كمان من عروض أرز بسمتي في اللي هو أبو كاس الخمسة كيلو نازل ب 35 ريال. في كمان الوليمة، الوليمة اللي هو الوليمة ستايل، الوليمة ستايل نازل من 92، من 92 ل 72 ريال. الوليمة ستايل 10 كيلو ب 72 بدلا من 92 ريال. عروض المكرونة في بند هذا الأسبوع، نزل عرض على مكرونة البريفيتو، مكرونة البريفيتو نزل الخمس حبات من 34 ريال 75 هللة، نزل 19 ريال 95 هللة، أو من 35 نزل 20 ريال اللي هي الخمس حبات البريفيتو كل الأنواع. كمان في عرض على جودي نزل الاثنين حبة من 12 ريال ل 10 ريال، الاثنين حبة في جودي ب 10 ريال مكرونة جودي. كمان في عرض على مكرونة تريفا الثلاث حبات ب 12 ريال بدلا من 13 ونص اللي هي تريفا، الثلاث حبات ب 12 ريال. كمان في ايطاليانو الاثنين حبة ب 10 ريال، ايطاليانو الاثنين حبة ب 10 ريال بدلا من 13 ونص. عروض المكرونة نازل على ايطاليانو وتريفا وجودي والبريفيتو، وكمان نازل عرض على اللي هي ميليسا، ميليسا الثلاث حبات من 16 ونص نازل عليها عرض 10 ريال اللي هي ميليسا اللي هي الاسباكيتي ميليسا. وطبعا اقل الاسعار من غير عروض، ميزة ب 2 ريال ونص الوحدة الكيس 400 جرام ب 2 ريال ونص. عروض المكرونه في باندا هذا الاسبوع. من اقوى عروض باندا هذا الاسبوع عرض على زيت زيتون الجميل بكر ممتاز من الانواع الحلوه جدا اللي هو ال 500 ملي نازل بدلا من 76 ل 38، 38 يعني الواحد ب 16 ريال، الواحد ب 16 ريال او 18 ريال، 38 الاثنين حبة بدلا من 76، وده عرض حلو جدا من اقوى العروض، عرض نصف السعر او واحد زائد واحد مجانا. الاثنين حبة زيت زيتون بكر ممتاز الجميل 500 ملي 38 ريال بدلا من 76 ريال. كمان في عروض تانية، في عرض على زيت زيتون عضوي نادك اللي هو 250 ملي الاثنين حبة 24، يعني الواحدة ب 12 ريال، الاثنين حبة 24 بدلا من 31 ونص، ده برضه عرض حلو جدا. النوع ده حلو جدا عضوي زيت زيتون بكر ممتاز. في كمان السوسن اللي هو ال 4 لتر نازل من 250 ل 220، السوسن زيت بكر عصر اول على البارد 2 لتر 220، اللي هو ال 4 لتر
220 بدلا من 250. كمان من عروض زيت الزيتون، في عرض على زيت زيتون عافية، زيت زيتون عافية اللي هي الواحد لتر نازل من 68.25 لخمسين ريال لو الواحد لتر. كمان في رحمة اللي هو الاتنين لتر نازلة 100 ريال بدلا من 135 ريال. كمان في عرض على رحمة اللي هو عضوي 1 لتر نازل 54 بدلا من 80، وعافية اللي هي 4 لتر نازل 180 بدلا من 230. عروض زيت الزيتون، وزي ما قلنا اقوى عرض اللي هو الجميل 500 ملي 1+1 38 بدلا من 76. من اقوى عروض باندا في الفاكهة، في عرض على صندوق او كرتون الموز، موز اكوادوري في 3 كيلو نزل من 19 ل 15 ريال، يعني هنا الكيلو بخمسة ريال، والموز لو شريت بالكيلو هتلاقي الكيلو بسبعة ريال، يعني الكرتون اوفر لو انت بتاخد كميات كبيرة. في كمان كرتون الجوافة من 1.5 كيلو لاتنين كيلو نزل من 20 ل 12 ريال، عروض على الكرتون الجوافة والموز. اقوى عروض باند هذا الاسبوع عرض على الرمان المصري، الرمان المصري نزل من 5 ريال ل 3 ريال او 2 ريال 95 هرلة، من العروض الحلوة جدا، اسعار حلوة جدا. في البطيخ المدور ب 3 ريال 95 هرلة الكيلو، بطيخ مدور منتج محلي. الرمان اليمني نزل من 11 ريال ل 8 ريال او 7 ريال 95 هرلة. عرض حلو جدا على اواني الطهي، في هنا اواني الطهي ماركة اسمها جراندي 9 قطع، الطقم ده 9 قطع جراندي، نازل من 200 ريال ل 120 ريال، من 200 ريال نازل 120 ريال. طقم اواني طهي هنا 9 قطع جراندي، موجود منه كميات يعني في الفروع، وهتلاقوه في هايبر باندا، وهتلاقوا عروض كتيرة جدا في اواني الطهي.